مشاهدينا الكرام متتبعي قناه شوف تي في اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشره معكم من مدينه الرباط اكيد واكيد جدا تبعتوا معنا في قناه, قناة شوف شوف في الفيديو الاول واللايف الاول اللي درنا معها السيده اللي نسابها خوت رجلها بعد ما مات بغيلو الزنقه على حسب ما قالت هي انها كانت كريهه مع كان الزوج ديالها كريم عند خوه وكان يؤدي الواجب الشهري ديالو لكن فورا ما مات الزوج ديالها اللي كان هو الظهر ديالها اللي كان هو الكتف ديالها قالوا لها غادي تخوي وما عقلوش عليها قالت لهم بغيت غير دك الامانه ديك الفلوس غير تعويض اللي كان يخلص الزوج ديالي قالوا لها ما عاد متى تسالي والو ما عندنا حاجه ديالك الباب يا الحباب ما رحموهاش وخلاوها عرضه للشارع والعائله ديالها غير علما بعيده على مدينه الرباط انا شخصيا تاثرت وان كان يعني من الهضره اللي كتقول حق مكفول للجميع بقوه القانون انسجاما مع اخلاقيات اخلاقيات مهنه الصحافه لكن انا شخصيا شفت المعاناه ديالها أنها اصبحت مريضه وكيف تترعاد وكيفاش تهضر وانا تنصور في الكواليس قبل ما نبدا التصوير للاسف الشديد ما إليه الى الاوضاع داخل المجتمع المجتمع المغربي الاسري بعضياتنا صعيب ما كاش يوصلوا للمحكمه ما, ما يوصلوا. لكن الحمد لله القضاء كما قالت لي انصفها القضاء بعد ما ابتدائيا خسرات الابتدائي وكانوا شي وثائق اللي بانوا جداد ودفعاتو في السيناف هذوك الوثائق هما اللي كانوا سبب بعد ما صورنا صورنا معها في فيديو الاول واللايف الاول في قناه شعبان شوف تي في كان ذوك الوثائق سببا باش انه يتم توقيف تنفيذ الافراغ هنا تنقولوا لي البيت رب يحميه كاين قضاء نزيه ما تضيعش المظلوم اختي انا شخصيا تاثرت على حد ما قلتي والهضره اللي قلتي والله لا تاثرت انا ماشي احنا حق احنا في الصحافه خصنا نكونوا محايدين نكونوا الوسط انا الى حد الساعه محايد لان حق الرد الجميع ولكن اثرت فيه لان شفتها غتخرج الزنقه ويخرجوني مثال الزنقه ديجا خرجوك ديجا خرجوني شي شهر وانا كنت في الوطيلات كنت في الزنقه بدون الشفقه وبدون الرحمه وداروا باب الحديد داروا باب الحديد وكيجيو للدار وتيخرجوا ما مسوقينش ليا نهائيا وانا خارجه بحوايجي لابسه مجلوقه في الزنقه ما عارفيني واش واكله واش ما واكلاش وما عندي لا عائله هنا لا والو لقيت مليحه في الزناقي و... وكنشكركم بعدا على تتبع ال... الموضوع ديالي وفضلكم انني صوتي وصل وكنشكر شوف تي في بزاف كنشكركم بزاف و... وكنشكر القضاء كنشكر القضاء المغربي وهذا الشيء انايا كنعاني بزاف وعانيت بزاف وبقى كنعاني هاد هاد الناس أنا ما فهمتش شنو بغاو عندي هاد الناس والقانون فوق الجميع وانا عندي ما يثبت عندي الوثائق ديالي دايره دي اجراءات قانونيه دايره كلشي دايره قانوني يعني كلشي عندي الادله عندي كلشي عندي وكنتمنى من القضاء ينصفني بغيتي حقي وبغيت رزقي يرجع ليا بغيت الاسئلة ديالي كلها ترجع ليا للدوليه وحتى حاجه ما بقات لي كتفكرني في الزوج ديالي الله يرحمه اي حاجه كتفكرني فيها كل شيء مشى ليا صور صور, صور ديال الزوج ديالي الله يرحمه انا ويا السيد ديال الحنه ديالي كل شي ديالي مشى كل شيء ديالي مشى اي وثيقه كت كتبت شي حاجه اي صوره اللي بيني وبينهم ولا بيني وبين اي وثيقه اللي يعني عندي شي حاجه باش نحطها للقضاء ولا شي حاجه كلهم سرقوهم ليا تمشي الروسيات كانوا باش نقدموهم للقضاء تسرقوا ليا كلشي تسرق لي ما يثبت كلشي تسرق ليا بزاف ديال المسائل تسرقات ليا الوثائق ديالي كلها ديال الزوج ديالي الله يرحمه التصاور الفلوس كيما كيما ضفت يعني كلشي مشى ليا كلشي مشى ليا وتلحيت الزنقه بدون شفقه ورحمه هكا واقفه ما عندي حتى شي حاجه اه لحوني هكا الزنقه بقيت كنتلح في الوطيلات ياك ما كنتي فاش كنتي مزوزه براجل بخوهم كنتي يعني خايبه معاهم كنتي تخليهم يجيو كنتي كتعاملي خوم خايب يكمّس سمحتي فيه انا غنكون انا دابا نلبس اللبسه ديال العائله ديال ديال دي نسابك يكمّس سمحتي في خوهم حاش حقدوه علاش هذا الحقد؟ حاشا بالعكس انا راه عشر سنين ديال الزواج وكانت العلاقه قبل كنعرف الزوج ديالي الله يرحمه خطوبة وكنا كنتعرفوا قبل باش تزوجنا يعني كانت علاقه حب ما عمر كانت شي حاجه بيني وبين راجل الله يرحمه كان هو نعم راجل الله يرحمه ويسع عليه وهما كنت كنعاملهم مزيان حتى مي توفى الله يرحمو مي جاو عاملتهم مزيان ولاني غدروني وتهجموا عليا وسرقوني ولحوني الزنقه شي هي <applause> فلوسي وذهبي داو كيفاش داو الفلوس ديالي شي فلوس اللي عطاوني في العزو هزوهم ليا كنت حاطاهم باش ندفعهم شي حاجه على اساس انني شي حاجه فين غادي نمشي انا عارفه ان هذه راه دارهم واحد النهار غادي غادي يبغيو دارهم انا ما انني متوقعه هادشي كله غادي يطرا ما كنتش متوقعة انني غنوصل معاهم لهادشي كامل تفاجات بدل ما تهجموا عليا 12 ونص ديال الليل لي خرجي هزي جانتك وخرجي فحالك 12 ونص ديال الليل مع كامل الاسف انا كنت رحبت بهم وضيفتهم وكبرت بهم كان الزوج ديالي باقي حي الله يرحمه ولكن كامل الاسف غدروني هاد الناس غدروني وبوحديتي و... والله معايا أه. بزاف ظلمت تحقرت الناس اللي دخلتهم للدار ورحبت بهم ضياف كانهم عائلتي وفي الاخر ظلموني تجمعوا عليا راحوني الزنقه بدون شفقه ولا رحمه فاش خرجتي الزنقه ما قالوش مرت خونا في الزنقه ما قالوش ان مرت انها غادي غادي ممكن انها تعرض لشي حاجه خايبه في الزنقه يأديها شي واحد في الزنقه ابدا ما عمرهم حتى لي في التليفون يقولوا لي الله ينعل الشيطان ولا يقولوا ما عمرهم زدت التليفون يعيطوا عليا تم بعد القضاء أنصفني والسيد وكيل الملك مشكور عطيت تاني ما باش نرجع للدار باش رجعت للدار كنلقى كل شيء مشى ليا كل شيء مخروف عندي التصاور عندي كل شيء وعندي ما يثبت عندي كل شيء عندي في الدار تم تهجموا عليا وخرجوني وخرجوا بنت اختي كانت كانوا رجال الامن مشكورين في الحين كان كل شيء يعني وخرجت ما هزت شي حاجه كنت خارجه أربي من ربي ربي كريم كنت خارجه هزت غير باش نقضي الاغراض ديالي تتهجموا على تغسيل غتحل ديال الباب تلاحينا الزنقه بجوج و حاجه ما هزه كانوا حاضرين رجال الأمن مشكورين ما هزت حتى شي حاجه ما هزه خارجه هكا حاجه ما كانت عندي هاد الناس هادو الدولية ليا كلشي داو ليا كنطلب من حقي بغيتي حقي بغيت حق راجلي الله يرحمه وبغيت حقي يرجع ليا هادشي كانت من الناس ما كنسعاهم ما كنطلب منهم حتى شي حاجه بغيت حقي اللي بغيت بغيت حقي يرجع ليا والقانون قلتي يصلح الدار راجلك صلح الدار راجلي قبل ما يتوفى الله يرحمه غير بشي شهرين صبغها عاود كلشي عاودوا راجلي الله يرحمه كلشي دقات شحال من حاجه كلها وعندي شي تصاور قدام من بعد ما تصلح الدار ومن بعد ما تصلحت الدار عندي دابا تصاور جداد يعني خصنا أه تعوضي فيهم اه خصني نتعوض انا كلشي صاوبو راجلي الله يرحمه وعندي الصور قبل الدار ما تصلح وعندي من بعد ما راجلك راجلك فاش كان واش ما كانش خوه زعما مخليه يسكن يعني لان خوه ما كاينش هنايا وداكشي مخليه يدير فيه خير يسكن خوه وداك ولا كان خوه الزوج ديالك كان الله يرحمه فهاد النار النهار انه كان كيادي الواجب الشهري كيدي الواجب ديالو وداك بيناتهم هو كيعطي هذا انا ما كنتخاش بين الخوت كانت العلاقه يعني ديك الساعات ماشي هي دابا كانت العلاقه ديال الاخوه كان يعيط يسول فينا يدوزوا لي نهضر معاه في التليفون نهضر معاهم كاملين فهمتي ما كانش ما كانش هادشي كامل حتى الزوج ديالي الله يرحمه جات هكاك بين ثلاث ايام الطيحه ديالو بكوشي ثلاث ايام الدم الامان امانت والله يرحمه ويسع عليه والحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يرحمه كان ونعمه راجوك وكان عارف هادشي طري ليا ما كانش غادي غادي يخليني هكا كون دار ليا شي حل كون دار ليا شي حاجه انا مكانش كانش غيخليني هكا راجل الله يرحمه كون كان راجي ما كانش يطرى ليا هادشي كامل ما مشا كنقدرش ن... <applause> مشات داك تنقولوا داك السيد اللي اه داك السيد الله يرحمه اللي كيحميني واللي كان لي كان حاميني مي مشى صافي وليت معرضه للهجوم وليت معرضه للسب وليت معرضه للتحريض عليا الناس غرابة في الشارع العام كيتعرضوا ليا كيسبوني كيحاولوا انهم يتهجموا عليا يعني وليت معرضه لاي حاجه وليت معرضه ليا اي حاجه وليت معرضه ليها من هاد اللي عايشه في الرعب وليت عايشه في الرعب ما تنعش ان الدرجه كنسمع الصونيت في نصاصه اللي ما شكون تيصوني عليا في الباب ما شكون كيضرب عليا في الباب وتعرضت لتهجم شحال من مره في الشارع العام هادشي وليت خايفه الا غنخرج دابا خصني غير نشد طاكسي من باب الدار وليت خايفه وليت خايفه في اي حيت تهديدات كيجيوني كيجيوني بزاف ديال فاش عيطتي لينا وكنت انا شخصيا ما كنت هنا في الرباط و كنت قلت لك انا في الخميسات كنت عندي شي خدمه في الخميسات وقلت لي راه علي الباب شنو وقع؟ اه 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 جاو ذاك النهار سيدي بانهم على باش يفرغوني وهاد السيد ما جاش بوحديتو جا مع عون قضائي من حقو عون آه قضائي تطبق القانون من حقو يدير خدمته من حقو يدير خدمته اه انا مع القانون من حقو انه يدير خدمته ولكن من بعد داكشي توقف كنقول لهم راه توقف الشي يعني دا المحامي ديالك دار الثو دار اجراء, إجراء, إجراء ديال دي وقف التنفيذ نعم. نعم. كانت الجلسه في ذاك الصباح نيت اللي كانت يلا دخلت المداوله يعني جا في الجلسه النهار الجلسه جا في الجلسه النهار نعم. ديال الجلسه جا نهار نعم. ديال الجلسه وفي الاخبار ديال الدفاع ديالهم نعم خبار وكل شيء يعني جا و... وباش يفرغ مشكله هاد مول الدار ماشي جا مع عون قضاي جاب بعض الاشخاص مجهولين كيفاش بعض الاشخاص بعض الاشخاص ما جاب لا ما نقدر انت ما تعرفيهم يكونوا من لا يقدروا يكونوا من السلطات المحليه لا لا لا, لا. لا, لا علاقه لهم في... قوات العموميه لا علاقه لهم ما كيبدوش اللباس ديالها حتى شي حاجه كنعرف هاد الاشخاص هادو كنشوفهم انهم كيسكنوا غير هنايا في شي بلاصه و دائما في قهوانا يكونوا هنا علاش جابهم ما فهمتش جابو ماشي تهجمو عليا ولا ما عرفتش شنو واقفين ليا في الباب تيقول لي حل دليل على عندي فيديو نعم سيدي مصور تيقول لي هذاك حلي وجاب واحد الحديده ما عرفتش شنو باغي يدير حطها ليا في باب الدار على برا انت شنو تتقولي انا تنقول لهم هذا الشيء راه توقف نعم سيدي وبقى هذاك السيت اه توقف تنفيذ توقف تنفيذ وحاول انه كيقول كي لي شي كلام لا علاقه له شكون اللي تيقول لك هذا عون قضائي أه. تيقول شي كلام راه عندي ما يثبت على هاد الهضره اللي تيقول ان انا مع القانون يطبق القانون اه يطبق القانون ولا بطريقه تجيب اللي غيحميني وتجيب هذا ماشي بعض الاشخاص مجهولين القوات العموميه آه بعض الاشخاص مجهولين واقفين في الباب ما عرفتش شنو بغاو يديروا لي هاد الاشخاص هادو واش غيتهجموا عليا شنو غيديروا لي واقفين في الباب وجايبين لي شي حديده باش يفرعوا لي الباب أشخاص لا علاقه لهم في القضاء اتصلت برجال الامن مشكورين باش يحموني جلعت الامن ولا الأمن نعم. إتبات شي انا نعيط الامن نعم سيدي نعم. عندي اثبات وعندي كل شيء تسجيلات وكل شيء انا اللي اتصلت برجال الامن مشكورين أه مش بعد ما جاوا رجال الامن عاد الاشخاص هذو دون من الباب من بعد ديك الساعه تبلغ السيد بان راه توقف كل شيء عاد باش هاد الناس هبطوا في حالاتهم ومشاو في حالاتهم ورجال الامن مشكورين كنشكرهم بزاف على التدخل ديالهم ودائما وقت ما كنكون طالبه منهم مساعده كيجيو عندي كنشكرهم بزاف وهذه دولة الحق والقانون وعاش سيدنا والحمد لله كانت من القضاء يخت لي حقي ونصفني هاد الناس تعدوا عليا بزاف تعدوا عليا بزاف وباقيين مستمرين في هاد الشيء شو دول دولة حق قانون حتى واحد ما فوق القانون على امل اللقاء بكم رسالة عندك شي كلمة أخرى تقوليها قبل ما نختم كنتمنى من السيد الرئيس النيابة العامة والسيد النبوي السيد الحسد الذكي مشكورين مشكورين كنشكرهم وأنا مفتخرة بهم ياخذوا حقي وينصفوني كيما صفني قانون دابا ينصفني وكنشكرهم بزاف وكنشكر خوتي المغاربة كنشكرهم جميع اللي بغى يتعاون معايا بأي كلمة وأي أنا كنشكركم بزاف كنشكر كل شيء عاش سيدنا وعاش سيدنا مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تيفي وصلنا لنهاية هذا البت المباشر على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر نتمنى أن الرسالة توصل ونتمنى قبل ما نختم الكلام ديالي نختموا بهذه الكلمات أه الحياة دورة الحياة غير فيراج تحاولوا ما أمكن أننا نجمعوا ما نفرقوش الكرام سلام الله عليكم الى اللقاء في بيت مباشر اخر